يعتبر نموذجا شاذا وسط شباب مجتمعنا، ونموذج للانحراف، نبت غريب لا بد أن يتطهر المجتمع منه. إن جريمته النكراء وانحرافه ووسيلته البشعة في ارتكاب الجريمة واستغلاله للضحية لتدعونا جميعا ألا تأخذنا به شفقة ولا رحمة. إن عادل عزام شاب وفنان موسيقي، شبابه وموهبته كان كفيلين بأن يحقق له آمالا مرموقة في المستقبل، لكنه تعجل الثراء فاستغل شبابه للتأثير على الضحية المسكينة. إن شباب المتهم يجب أن لا يؤثر في حكمنا عليه، كما لم تؤثر كهولة الضحية عليه لحظة ارتكابه الجريمة. لم يكن لحاسته الفنية أدنى تأثير على نوازعه الإجرامية الأصيلة، فارتكب جريمته دون أن يتردد أو يهتز. إن جريمة 12 أكتوبر سنة 1970 التي راحت ضحيتها القتيلة فتحية عوض عبد الجليل على يد القاتل عادل عزام لتوضح لعدالة المحكمة بالدليل الكامل ثبوت أركان التعمد الجنائي وسبق الإصرار معنية السرقة المقرونة بالعنف، مما يدعونا إلى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم، ألا وهي عقوبة الإعدام تطبيقا للمادة 230 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا بإحالة أوراق المتهم عادل عزام إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم لجلسة 25 مايو سنة 1971. وفعت الجلسة. تمام، اطلع. جلسة
جلسه النهارده كانت مهببه، كله خد احكام ومفيش حد خد براءه. عايز ايه؟ انت مش عارف ان وقت حكم بالاعدام؟ عايز ابص على الدنيا لاخر مره. ممنوع، محدش قال لك اقتل. بريء، والله انا بريء. بقالي 15 سنة في الشغلة دي، عمري ما سمعت واحد متهم بيقول انا مذنب، الا كله بريء بريء. يا شويش خليه يبص بصة من اي اخر. هو يعني هفك منك ولا كلمة؟ اعوذ بالله. ولا يهمك يا ابن الناس، المحكوم عليه بالاعدام بيسألوه نفسك في ايه، يبقى قول لهم نفسك فسح. مستحيل عادل ابن عمتي يكون قاتل، مستحيل يتشنق، انا متأكدة انه بريء. دي إرادة ربنا. عمر إرادة ربنا ما بتظلم بني آدم. عادل لا يمكن يكون قاتل. طول عمري عايش في وسط القضايا والتحقيقات، عمري ما خفت من قضية إلا من قضية النهاردة، مع إنها عادية جدا. كنت خايف المتهم يفلت منك؟ مش يفلت مني، أنا كنت خايف لا يفلت من العدالة. وطبعا كسبت الجولة. يا ترى الحكم إيه؟ إعدام. لا، مش ممكن يكون خد إعدام. ايه يا امان؟ مالك؟ واحد قتل وخد اعدام. اشك ان يكون قتل. ما هي دي كانت مشكلتي، الناس متعاطفه مع عادل عزام وبتحبه، خصوصا الشباب. معلش يا امان، انا عارفك رومانسيه زياده عن اللزوم. مش قادره اتصور ان فنان زيه ممكن يقتل. هو صحيح فنان وسيم، مش باين عليه ابدا ملامح الاجرام، لكن لو كنت شفت الست اللي قتلها والحالة اللي كانت عليها، كنت انت اللي قتلتيه قبل ما يوصل حبل المشنقة. وقتلها ليه؟ عشان يسرق فلوس، يبقى شخص منحل. انت تعرفيه يا اماني؟ لا، لكن سمعت عنه، ومرة عزف عندنا في حفلة في الكلية. اخوانا حد يبلغ مديرية الامن، الخوف ليكون حد من المساجين هرب. يا اسطى مش نازل مصر؟ ايوه. طب ما تاخدني معاك. اركب ورا. تشكر يا اسطى. العب. الشارع عاجلة، هروب سجين محكوم عليه بالإعدام، الاسم عادل عزام، الرجاء إبلاغ السيد مدير الأمن.
تمام يا بيه. ايوه يا فندم. عادل عزام. ايوه يا فندم. الاوصاف بطلع. في مسجون هرب من دلوقتي ورايح، لازم نفتش كل عربيه. المسجون اللي هرب ده لازم نقبض عليه في خلال ساعه او اتنين من دلوقتي. هو ملوش حته تانيه غير القاهره يقدر يهرب فيها. طمن يا فندم، هنوصل له بسرعه جدا. احنا عارفين الاماكن اللي ممكن يلجا اليها. ما هي دي المشكله. انت ناس انه موسيقار وله جمهور وناس كتير بتتعاطف وياه وممكن يخبوه. طمن يا فندم، هنعمل كل جهدنا وقبل ما يطلع النهار هيكون مقبوض عليه. هروب سجين محكوم عليه بالإعدام. الاسم عادل عزام. الطول 182 سنتي. لون البشرة قمحي. الشعر أشقر. حول. يا ترى مين؟ أقوم أشوف. عادل حمد يا صاحبي. سلوى بنت خالي، انا ما قتلتش صدقوني. مفيش وقت، مش ممكن استنى هنا اكتر من دقيقه ودقيقتين. سلوى هاتي الهدوم اللي عندك بسرعه. انت هربت يا عادل؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. بعدين اقول لك على كل حاجه. سنة اتأخرنا، بسرعة شوية. طيب يا حازم. ماني ماني الله ماني، لسه ما لبستيش؟ مش ناوي تيجي معانا السينما ولا ايه؟ معلش يا ابي، روح انت هقعد اذاكر شوية. يا ترى ناوي تذاكر ضوء القمر؟ ابدا. اصلك ايه؟ في حاجة مضايقاكي؟ مفيش، انا بس مستنيه تخرج عشان اقعد اذاكر شويه. انت عارف الامتحانات قربت. اوعي تكون حكايه الواد عادل لسه مقصره فيكي وعشان كده متضايقه. اذا كنت حضرتك متضايق ابقى انا متضايقه. اماني، بكره لما تخرجي وتشتغلي هتفهمي ان مهمه الانسان شيء وحياته شيء تاني. يمكن عادل ده بالنسبه لك يكون انسان بيواجه الموت، لكن بالنسبه لي انا قاتل مجرم لازم ياخد جزاء. مهم ضميري يكون مرتاح، وانا ضميري مرتاح يا اماني. ولا انت ما عندك الثقه في ابيه؟ يلا يا حازم انا جاهزه. الله، يعني ما لبستيش يا امان؟ انت مش جايه معانا ولا ايه؟ لا اماني هتقعد تذاكر. يلا بينا احنا. باي باي يا حبيبتي. عاوز فلوس يا حمدي، ويستحسن فك. هات يا سلوى. هتعمل ايه يا عادل؟ مش هرجع السجن تاني، واذا مت فلازم اموت بعيد عن حبل المشنقه لاني بريء. خد يا عادل. تشك عادل، طمني رايح فين وهتعمل ايه؟ انا رايح مكان امين جدا، البوليس لا يمكن يخطر على باله ان اكون هناك، ومش هخرج من هناك الا وانا بريء. تاكسي تاكسي. مدينة المهندسين يا اسطى. فين؟ في مدينة المهندسين. لما نوصل هناك هقول لك.
حسن بيه موجود. مين انت؟ انت تقدر تعتبريني مش غريب. انا صاحب حازم بيه. انا عادل عزام اللي سلمه لحبل المشنقه النهارده الصبح. من فضلك مفيش داعي للخوف، وبرضه مفيش داعي للشوشره. مش مصدق انك تكون هو. هربت. من فضلك انا هنا لوحدي. وما انت خايفه كده ليه؟ انا مش خايفه. انا بقى اللي خايف. مش خايف وبس، انا مرعوب كمان. انت ناسي اني انسان مطارد. انت اسمك ايه؟ اماني. انت قريبة الاستاذ حازم؟ اخته. سبحان الله، اللي يشوف اخوك وهو بيترافع في المحكمة لا يمكن يتصور انه يكون له اخت رقيقة زيك. هو سعادته فين؟ أبي في السينما. في السينما؟ غريبة. الصبح يسلم بني آدم روح خلقها ربنا لحبل المشنقة، وبالليل يروح السينما. ومش بعيد يكون فيلم كوميدي. لو سمحت، وجودك هنا خطر عليا وعليك. أرجوك تقدر ظروفي. أنسة، أرجوكي ما تخافيش مني. أنا مش إنسان شرير، ومش ممكن أعمل حاجة وحشة. أنا ممكن أسمعك مزيكا لو عاوزة. أنت مش برضو بتحب المزيكا؟ عجبك الفيلم؟ عجبتني سعاد حسن. طعم قوي البنت دي. تحب نروح على طول ولا نتمشى شوية بالعربية؟ نتمشى شوية، احنا نادر لما بنخرج، دي فرصة. خلاص يا ستي، وانا كمان نفسي اتمشى شوية. لكن قولي لي يا انسه، الاستاذ في السينما هو والمدام، وانت بقى سهرانه بتعملي ايه؟ كنت بذاكر. انت طالبه فين؟ ثانوي ولا جامعه؟ كليه الاداب. عظيم. في قسم ايه؟ فلسفه. الفلسفه والقانون في بيت واحد. متهيألي معاد خروج السينما فات، الاستاذ اتاخر قوي. جايز الفيلم طويل. ما فيش عندكم شاي؟ عايز شاي؟ ايوه حاضر. بس من فضلك خليك عاقله زي ما انت عاقله كده، ما فيش داعي للشوشره، علشان ما تحصلش حاجه غلط. صدقني مش هعمل حاجة غير الشاي. مصدقك. وقعت غصب عني.
ده مسدس اخوكي. انا انسان محظوظ، شخص مطارد ومهدد، محتاج سلاح زي ده. ارجوك بلاش تهور، رجع المسدس ده مطرح. انسة، رغم اننا في زمن كله تهور، لكن تأكدي انا لا يمكن اتهور. الست اللي انت قتلتها وسرقت فلوسها تهور. انا لا قتلت ولا سرقت. هروبك من السجن تهور. انا ما هربتش من السجن، انا هربت من حبل المشنقة، من الموت، يعني عين العقل وبريء. والادلة؟ عارف ان الادلة كلها ضدي. اصلي كنت عند المرحومة قبل ما تتقتل. كنت عندها ليه؟ انا ناسي انك اختك النيابة ولازم تسألي، ما هي عدوى. ارجوك جاوبني، كنت عندها ليه؟ كانت صاحبتي. هي القتيلة كان عندها كم سنة؟ حوالي 52 سنة، بس سن ما كانش باين عليها، كانت غنية وعاملة عملية شد جلد وعايشة في طرف. عايز اعرف يعني ايه صاحبتك؟ ارجوكي ارجوكي بلاش احراج من فضلك. انا ما كنتش مصدقة زي كل الناس انك ممكن تقتل، لكن دلوقتي تأكد انك انت اللي قتلت. يا سلام، ليه وازاي؟ لما شاب زيك يصاحب واحدة قد امه عشان تصرف عليه يبقى انسان خسيس، والانسان الخسيس ممكن يعمل اي حاجة، حتى القتل كمان. انتي كده قلبتيها جد قوي. اهي جد من الاول. يا انسة، الحكم على الناس مش بالسهولة والبساطة اللي بتتكلمي بيها. انا معاكي ان ده تصرف وحش، لكن لما واحدة ست تصرف عليا احسن ما اقلب حرامي. يا انسة، انا متخرج من نفس الكلية اللي انت فيها سنة 64، لما تعينت كان مرتبي 17 جنيه، يعملوا ايه لشاب زيي؟ لازم ياكل ويلبس ويسكن ويتفسح. لو كل فول وطعمية طول الشهر ال 17 جنيه مش هيكفوا. اشرب الشاي. كان عندي امل اكسب من الفن، من المزيكا اللي بحبها، لكن يظهر ان الفنان الحقيقي ملوش فرصة. الفرصة للبكاشين والأرعاجية وشيرة للأعداد. اشرب الشاي. يا ريت تصدقي ان المرحومة اللي اتقتلت كانت بتسلفني فلوس مش اكتر. لازم قبله وابيه، الزهر نزل ونسي المفتاح. طب افتحي ارجوكي من غير اي ازعاج او شوشرة. ايه يا امان، انت كنت نايمة؟ لا اصل في ايه؟ مرتبكة كده ليه؟ مالك يا اماني؟ كنت بذاكر في مكتبي ولا ايه؟ في واحد عايزك جوه مكتبك يا ابي. واحد؟ انت؟ ايوه. مين ده يا حازم؟ اهدي يا مدام، المسألة بسيطة وهتعرفي انا مين. قول لها انا مين. ده عادل عزام اللي اتحكم عليه بالاعدام النهاردة. انت بخير يا اماني؟ يا مدام، الست هانم لازم تعرفي اني بني ادم، بشر مش حيوان، يعني لازم تكون بخير. انت هربت ازاي؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. وعرفت بيت ازاي؟ خدت العنوان من دليل التليفون. وعايز مني ايه؟ في حساب لازم اصفيه معاك. ابي انت مالكش حساب معايا، ولازم تسلم نفسك للبوليس عشان مصلحتك. اسلم نفسي للبوليس؟ مصلحتي فين لما اسلم نفسي؟ هناك الموت يا حضرة رئيس النيابة. مدام، احنا لغاية دلوقتي ظرف مع بعض وانا مش ناوي على شر، فبلاش حد يدفعني ليه. انا واخد حكم بالاعدام وهموت مرة واحدة حتى لو قتلتكم كلكم. فارجوكي محسنة، خليكي مكانك وخلي اعصابك هادية. فهمني يا ابني،
انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز اقول لك انك مش اكتر من خطيب ممتاز. خطبت خطبة حلوة قدام هيئة المحكمة وقتلتني بيها وانا بريء. الادلة، العدالة عايزة ادلة. عمر العدالة ما تتحقق الا بادلة وبراهين، وانت الادلة كلها ضدك. بريء بريء، ما عندكش دليل واحد على انك بريء. عندي الدليل وانت مش عاوز تصدقه، قلته في المحكمة، انت حولته لدليل ضدي وهو حقيقي. عشان دليل اهبل. طول انك لحظة وقوع الجريمة كنت مع واحدة ست ما تعرفش هي مين، وفي بيتنا انتش عارف هو فين. دي الحقيقة ولازم تصدقني. انا خرجت من عند الاكيلة الساعة 10 بالليل ورحت الكباريه اللي بشتغل فيه. هو يقول لك يا ليلى اسمعي مني ازهقوكي والمرضي قولي لابوكي، اسمعي مني اسال اخوكي والمرضي قولي لابوكي، ده انا بحبك واسالي قلبك، ده انا بحبك واسالي قلبك هو يقول لك يا ليلى. انت راكبه عربيتك فين يا دوريا هاني؟ لقدام شويه. طب نستنى نمشي ورا بعض؟ لا الحكايه مش مستاهله. طب مع السلامه. مع السلامه. ما انت عارف انا بحب اسوق على مهلي. طب تصبح على خير. اروار. شيء ظريف النهارده حسن، النهارده كل حاجه ماشي يا رجل، لكن كله حلو بصراحه. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. سلام. باي باي. انا ايوه. اي خدمه؟ انت مش نازل البلد؟ ايوه. خلاص اوصلك. اكون شاكر فضل. مستني ايه؟ ما تركب. اوي حضرتك فنانة؟ مش باين عليك. أصلك لو كنت فنانة كنت عرفتك. على فكرة انت كنت هايل وانت بتعزف الليلة. هو حضرتك شفتيني؟ ايوه. انت ما خدتش بالك مني ولا ايه؟ في الحقيقة لا. هو حضرتك كنت سهرانة لوحدك؟ لوحدي ومش لوحدي. اصل الست لما يكون جوزها مشغول او متجوز واحدة تانية تفتكر تعمل ايه لما تحب تسهر؟ في حالة زي دي يبقى صح انها تسهر لوحدها. هو حضرتك متجوزه؟ ايوه. وحضرته مشغول ولا متجوز واحده تانيه؟ الاثنين. برضه صح. اسم حضرتك ايه؟ مش مهم. يبقى كله صح. تعال. حاضر. ايه رأيك؟ حلو قوي قوي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضل. يا خبر. ادي الناس اللي عايشه، لكن احنا غلابه ولاد كلب كمان.
ايه؟ في ايه؟ الساعة 5:30. وفيها ايه يعني الساعة 5:30؟ مش فاهم. لازم تخرج دلوقتي. هو جوزك من اللي بيشتغلوا بالليل وبيرجع قبل الشمس؟ اوعى يكون دراكولا. قوم. يلا يلا. على البلد يا اسطى. شيراتون. بعد اذنك امول. ما هو لازم تمول طبعا. امال هتمشي العربيه على لحم بطنها؟ انا خرجت من عند الست دي حوالي الساعه 6 الصبح. تقرير الطبيب الشرعي قال ان المرحومه اتقتلت الساعه 3:30 الصبح. يعني وانا في عز المعمعه. كفايه، انت شخص منحل، مش شايف ان في مدام وانسه قدامك؟ مش منحل، دي حياتي. كلام فارغ. مين الست دي؟ اسمها مجهول وعنوانها مجهول. عنوانها مش مجهول. انا صحيح مش عارف اسم الشارع ولا في اي منطقه في مصر الجديده، لكن ممكن اقلب مصر الجديده الشارع شارع لغايه لما اقطع على الفيلا. طب سلم نفسك وانا خليك تدور على مكان الست المجهوله دي. انا مش هسلم نفسي. اسمع يا حضره رئيس النيابه، انت بتقول الادله، انا بقدم لك دليل قاطع على اني بريء. مش عاوز تساعدني ليه؟ اي تصرف فيها معاك يبقى غير قانوني. والعداله، انت مش تهمك العداله؟ مش تهمك بصفتك انسان؟ ابي. ايوه يا اماني. ايه المانع انك تسيبه يدور على الفيلا اللي بيقول عليها؟ انا مش ماسك فيه. يخرج يدور. اخرج ادور؟ دي نقطه يا حط رئيس النيابه، كل عسكري وظابط وامين شرطه في مصر كلها بيدور عليا. انا مش هخرج خطوه واحده لو انت معايا. افرض معرفتش توصل للفيلا، يبقى هسلم نفسي وضميري مستريح. افرض وصلنا للفيلا والست اللي انت تقول عليها دي انكرت، في حاله زي دي برضه هسلم نفسي. مش جايز تكون الست دي منحله زيك ومستعده تشهد عشان تطلع انت براءه؟ مش بعيد انك تعرفها وتكون صاحبتك. ابي. يا حضره رئيس النيابه، فين ذكائك؟ لو عاوزه تطلعني براءه، ايه اللي كان هيخليها تستنى لغايه لما يتحكم عليا؟ ما كانت شهدت من اول جلسه وكان زماني بره. صدقني الست دي لا تعرفني ولا اعرفها، وزي ما حكيت لك. ابي حازم. طيب مفيش مانع من المحاوله. انا ميت ميت، والامل الوحيد اني استرد حياتي هو ثقتي فيك وفي العداله اللي انت مرجلتها. مسدسك اهو. وانا اهو قدامك اعزل، يعني تحت رحمتك، وقلت الحقيقه. يلا بينا. حازم مستحيل تعمل كده، دي مسؤوليه كبيره عليك. انا متحمل مسؤوليه كل اللي هيحصل. انا اللي يهمني تحقيق العداله، ما اقدرش اتحمل مسؤوليه ظلم بريء، لا في الدنيا ولا في الآخر. يلا. علامة في الشارع؟ على نصيته محطة بنزين. محطات البنزين ما هي كتير، بس أنا مش ممكن أتوه عن المحطة دي. يبقى ندور. هي دي؟ لا مش هي. يبقى ندور تاني. أنا آسف يا حازم بيه، أنا لسه ما يئستش. هي دي المحطة حازم بيه، الشارع من هنا. اوعى تكون غلطان، مش عاوزين نورط نفسنا. أنا ناقص حازم بيه بس. هي دي الفيلا،
متأكد؟ إلا متأكد. ده أنا هقول لك جوه منها إيه. أول ما تدخل هتلاقي صالون في المدخل لونه زيتي، وعلى اليمين في بار صغير، في الجنينة من ورا حمام سباحة. كويس. وأوضة النوم. كفاية كفاية. ساعة دلوقتي 2:30 الصباح، لكن لازم نغامر، ننزل نشوفها. أنا؟ أيوه، اعتبرك عارف عارفاك. حاضر. ليه؟ مفيش حد جوه. وبعدين؟ مش عارف. الظاهر ان كلامي كان في محله، ودي لعبه منك. صدقني يا استاذ حازم مش لعبه، انا بقول الحقيقه. طب ايه؟ دي العربيه بتاعتها. اتصرف معاها عادي جدا، وانا هستخبى هنا. مساء الخير يا مدام. مين انت؟ ايوه الحمد لله انك لسه فاكراني. عاوز حاجه؟ الله، انت مش عارفه اللي حصل لي ولا ايه؟ قريت في الجرايد انك قتلت واحده ست ونتقبض عليك من مده. ايوه، والنهارده اتحكم عليا بالاعدام وهربت. وانا هعمل لك ايه؟ هتعملي كتير يا ست هانم. ليلة الست دي ما اتقتلت، أنا كنت معاكي هنا، وده معناه إني بريء. وعاوز مني إيه دلوقتي؟ تشهدي بالحقيقة. حقيقة إيه؟ عاوزني أقول إنك كنت بقيت عندي عشان تطلع أنت براءة وتفضح أنا؟ أنت عبيط ولا إيه؟ أنت أحسن لك تمشي دلوقتي حالا وإلا. وإلا إيه؟ يا هانم. تطلع مين أنت كمان؟ أقول لسيادتك، بس الأفضل إن إحنا نتكلم جوه. مش هتنام يا اماني؟ انام ازاي قبل ما اطمن على ابي؟ يعني كنا ناقصين عادل ده كمان؟ انا حاسه انه بريء، وحرام ان بريء يتظلم. اماني اماني، انا كنت عايزه اطمن، اتصرف معاك ازاي واحنا برا؟ يعني هيكون اتصرف ازاي؟ والله يا ابله كان في منتهى الادب والذوق. يعني حضرتك رئيس نيابه، وتفتكر يا حضرة رئيس النيابة ان تصرفك ده قانوني؟ يا هانم انا تهمني الحقيقة، انا جاي عشان. معرفوش ولا عمري شفته. معرفوش؟ مدام افتكري، انت بتنسي ولا ايه؟ ده انت كنت فايقة ومسكرانة لما قلتيلي تعالى ده البيت بيتك، لما طلعنا فوق فوق. معرفوش؟ ما تعرفنيش ازاي؟ اخرس عادل. عادل معذور يا هانم، حياته. ايوه اعرفه، وكان معايا في نفس الليله اللي الست اتقتلت فيها. سمعت يا حازم بيه؟ طب ليه ما تقدمتيش للشهاده عشان تقولي الحقيقه؟ اديني قلتها اهو. قلتيها متاخره. المطلوب منك تشهدي بكده قدام المحكمه. ايه انت اكيد مجنون، محكمه اللي اشهد قدامها؟ انت مش عارف انا مين ومرات مين؟ ده مش مهم في نظر القانون. أنا درية خطاب، درية خطاب مرات طلعت مرجان. ف...
سمعتي وسمعة جوزي طلعت مرجان. أظن تعرف مين هو طلعت مرجان. أعرف يا مدام، وأعرف كمان دي حياة بني آدم. أنا قلت إنه كان عندي، وأنت بقى تقدر تتصرف. أنت مش رئيس نيابة؟ دي مسائل قانونية يا مدام. أنا مش قانونية. اتفضل أنت وهو بره. قبل ما أرفع سماعة التليفون، وساعتها حاجات كتير قوي هتتغير. كده يلا بينا عادل. حازم بيه دي طلعت مرات طلعت مرجان. ده من سوء حظك. اركب. هتعمل ايه؟ حياتك بقت مسؤولة منك، والعدالة مناش كبيرة. الحق حق. هنعمل ايه يا حازم بيه؟ قدامك هنا في الدرج بلوك نوت وشنطه فيها ظروف، عايزك تكتب لي جواب فيه اعتراف كامل باللي حصل وبالدليل الجديد، واكتب كمان انك خفت تعترف في التحقيق انك كنت مع دريه عشان هي مرات طلعت مرجان. ليه؟ ما اخبيش عليك، انا كنت ناوي اسلمك للبوليس، لكن دلوقتي الوضع اتغير. طول ما انت بره هو ده اللي هيخلي دريه تعترف. مش فاهم. بعدين هتفهم. جوابك ده هو اللي هيخليني اقدر احرك القضيه من جديد. اكتب. على فين؟ مفروض العربيه خسرت وانا نازل اصلحها. اكتب بسرعه. حازم هيسلمه للبوليس؟ مش عارفة. انت قلقانة؟ يعني انا خايفة على حازم. ابي طول عمره بيعرف يتصرف، لكن الولد ده قتل قتلة. ما كانش يسلم المسدس لابيه. انا حسيت انه ما بيكذبش، اتهيألي فعلا انه بريء. الجواب وجودك عندي خطر عليك وعليا. يعني ايه؟ جايز حد بلغ انك جيت لي. حد زي مين؟ زي دريه مثلا، وجايز قوي طلعت مرجان يكون خد خبر. تفتكر انها؟ اظن احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات. انت لله دي حداد في دواسه العربيه، انا بسيبها قدام البيت وبغطيها بغطاء قماش، هتفضل فيها لحد الصبح، لحد ما تصرف ولا لك مكان تروح فيه. امرك يا حازم بيه. انا صدقتك يا عادل، وانا وعدك واحلف على المصحف ده اللي هطلب منك اني احتفظ بيه معايا. ليه؟ انا اكتر واحد محتاج له، وهحافظ عليه زي ما هحافظ على وعدي ليك. سلمته للبوليس؟ لا. يعني الولد طلع كلامه مظبوط. يعني بريء. طب هو فين؟ يا سوء حظك يا عادل يا عزام، احبشناها قدامك ومرات طلعت مرجان وراك. يا رب يا رب انا غلطت كتير.
انت عارف اني بريء بريء بريء. يعني تأكدت انه بريء؟ ايوه، بس في كارثة، مصيبة ما يعلم بها الا ربنا. ايه هي؟ الست اللي كان بيت عندها تبقى مرات طلعت مرجان. طلعت مرجان؟ ايوه. واعترفت؟ اعترفت، بس انا عارف اعترفت ليه. اكيد كان دم تقيل على قلبها وكانت عايزه تخلص مني عشان تروح تنام. اعترفت عشان مش همامها حاجه وحاسه انها اكبر من القانون. طب هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي وهي مش عايزه تشهد؟ اخايف على سمعتها. الولد ده لو مات هكون انا القاتل. تفوت هنا بكرة الساعة 9. عمر سعادتك. انت لسه صاحي؟ يبقى لازم كنت سهرانة برا. ايوه. في حاجة يا دوري؟ لا مفيش. بيتهيألي ان في حاجة حصلت وطبعا هتقولي لي عليه. زي ايه؟ مفيش حاجة. انا بس اصلي اعصابي تعبانة شوية. انت كنت في المكتب لحد دلوقتي؟ ايوه شغلي، قلت ارحم نفسي شوية. الليلة حبت هنا، حاسس اني عايز افضل جنبك. شهادتك عمرك ما بيت برا بيتك. وده برضو بيتي يا دورية، قصدي مراتك وولادك. مش تبطلي بقى الحكاية دي. تحت امرك يا طلعت بيه. صباح الخير يا أماني. صباح الخير يا أبلة. ها في حاجة في الجورنال؟ أستر يا رب. أبي صحي؟ أخوكي ما نمش طول الليل وقام النجمة يسألني على مفتاح البيت الكبير. صباح الخير. صباح الخير. كويس إنك جاهزة عشان تنزلي معايا أوصلك الجامعة. وحضرتك رايح البيت الكبير؟ أيوة، أصل من يوم المرحومة ما ماتت ما حدش بيطل عليه. يلا بينا. يلا. الله، مش هتفطروا؟ انزل في الدواسة. البيت زمانه مطرب، محدش دخله من يوم مرحومة ما توفت. كهربا كمان مقطوعة. أماني تاخدي عادل معاكي جوه، وانت تستنى هنا في الفيلا، وأماني هتشتري لك كل طلباتك، هتبقى وسيلة اتصال بيني وبينك. لو اتغيرت الظروف هبقول لك تسيب البيت. أنا مش عارف أشكركم ازاي. يلا انزلوا بسرعة. أماني انا ثقتي باختي كبيره قوي، محدش يعرف الحكايه دي الا انتي. حتى محسنه ما تعرفش مكانه، مش عايز حد يحس بحركه في البيت. تخلصي مأموريتك وتروحي كليتك على طول، المهم تصرفاتك تكون طبيعيه. اطمني يا ابي. لازم امشي قبل ما حد يلاحظ حاجه. اشوفك على الغدا. طلعت بيه مش فاضي الحاجات الهايفة دي. صباح الخير. صباح النور. حازم المغربي رئيس نيابة. أي خدمة؟ عاوز أقابل طلعت بيه.
افتكر مفيش موعد سابق. لا مفيش، بس موضوع مهم شويه. تقدر سيادتك تقول لي عليه وبعد كده ممكن اتصل بسيادتك، لان الحقيقه طلعت بيه مشغول جدا. هو في الحقيقه موضوع سر جدا. ها للدرجة دي؟ تقدر تعتبرها مسألة خاصة، خاصة بطلعت بيه. أنا سمعت عنك واعرف انك راجل نيابه ممتاز. اتفضل. تشكر يا فندم. خير؟ انا جاي لسيادتك في مساله خطيره جدا. مفيش حاجه خطيره ابدا. كلمه خطيره احنا بنستعملها كتير ومن غير لزوم، لكن انا شايف انها خطيره. اكيد عند سيادتك فكره عن عادل عزام. ايوه، الولد بتاع المزيكا اللي اتحكم عليه بالإعدام وهرب. أيوه هو. خايف على حياتك منه؟ مو أنت اللي بمهارتك وشدتك وصلته للإعدام، كان ممكن ياخد سجن بس. أنا مش خايف منه عشان قابلته. قابلته؟ وقدم لي الدليل على إنه بريء. قابلته وقدم الدليل على إنه بريء. طب وجاي لنا ليه؟ الدليل ده طلعت بيه انت طرف فيه. انا متهم ساعة وقوع جريمة كان موجود في فيلا شهرزاد في مصر الجديدة. وبعدين وقضى ليلة سهران مع دوريا هانم. والهانم اعترفت بكده. انت شفتها امتى؟ امبارح بالليل. انت ازاي تدخل بيتي وانت عارف؟ ما كانش يعرف انه بيت سيادتك، ومتهم نفسه ما كانش يعرف. وايه المطلوب دلوقتي؟ مطلوب شهادة المدام قدام المحكمة قبل ما اتخذ أي إجراء. لقيت من الأفضل أشوف سيادتك. طيب اتفضل أنت دلوقتي وأنا هبقى اتصل بيك. أمرك. فيلا شهرزاد. دورية، أنا جاية دورية النهاردة على الغداء. حازم المغربي رئيس النيابة، مراقبة كاملة، عايز أعرف عنه كل حاجة. معلش البيت مطرب، بقالنا مدة ما جيناش هنا من يوم المرحومة ماما. ما أرحم من الزنزانة. كنت عايشة هنا أنا والمرحومة بس. لما ماتت قعدت مع أبي ومراته. وبابا مات قبل ما تولد. أنا كمان زيك، لكن أمي ماتت وأنا في السجن من كام شهر. حتى الجنازة ما حضرتهاش. بقى إيه في حياتك؟ يعني إيه؟ اصل في كلام كتير ما بقاش له معنى عندي زي البقيه في حياتك دي. حتى كلمه حياه يمكن يكون معناها غريب بالنسبه لواحد محكوم عليه بالموت. انت مش بتقول انك بريء؟ كلامي انا ملوش اي اهميه. تاكد ان ابي مدام مقتنع ببراءتك، لازم هيساعدك. اخوك صعبان عليا. اخوك بيواجه اعصار يا انسه، مجعالي عالي قوي.
مضطرة أسيبك دلوقتي. عايز حاجة؟ خدمة. مش عارف تقدري تعملها لي ولا لا؟ يمكن. عايز هدوم. أنا حوصف لك بيت بنت خالي، تروحي لها وتجيبي لي هدوم نظيفة. يمكن لما ألبس وأتنظف أحس إني بره السجن. دورية. دورية. حالا الغدا هيكون جاهز. دورية. صحيح الحكاية دي؟ حكاية ايه؟ حكاية الواد بتاع المزيكا. دورية ردي عليا. انت دايما بتعرف كل حاجة يا طلعت بيه. يعني صحيح؟ أيوة صحيح. خينة حقيرة قاتلة هنا في بيتي وأنا سريري. أيوة بس ده مش بيتك وعمره ما كان سريرك وانت عارف كده كويس. ولا اشمعنى دي اللي ما انتش عارفها يا طلعت بيه؟ أنا اللي في السماء في سابع سماء، واحدة زيك تخلي سمعتي في الأرض فطين. انت فاكرني ايه؟ انا بني ادمه، انسانه زيك زي كل ست في الدنيا، لازم اعيش حياتي. انت كنت جايبني لعبه عشان تتسلى بيها، لكن يا حسره لا انت عارف تلعب ولا حتى عارف تتسلى. دريه سيبني سيبني يا شيخ، انا لازم اعيش حياتي. انت اشتريتني بنفوسك، جبتني هنا بالخوف وبالرعب، بتسيبني بالشهر وبالاثنين وبالثلاثه، كل حاجه بتعرفها الا اني انسانه ليا حياة وليا حقوق. دلوقتي جس جاي بتسألني يا طلعت بيه. درية أمر يا طلعت بيه، الجارية تحت أمرك. اسمعي يا درية، انت ما قابلتيش حد وما قلتيش حاجة خالص، ولا تعرفي الولد ده ولا عمرك شفتيه. فاهمة يا درية؟ فاهمة يا درية؟ درية درية ممكن تستناني 3 دقايق يا اسطى؟ ان كان 3 دقايق ممكن. دورك كم؟ ثالث لو سمحت. اسمحي لي ادخل، انا جايه من طرف عادل. حلوان يا اسطى.
شارع يمين يا اسطى. أماني اتأخرت قوي. أنت مش وصلتها جامعة؟ يمكن لسه عندها محاضرات. أنا مش شايفة داعي للقلق ده يا حازم. ده أنت من الصبح محطتش لقمة في بقك. مليش نفس. سيادتك مطلوب. مطلوب فين؟ عند طلعت بيه مرجان وفي عربية في انتظارك. شايفة لسه واقفين. انت غلطتي غلطة كبيرة انك روحتي لقريبته. هالة انت حلفتيلي انك هتحفظي السر. عيب يا اماني، احنا متربيين سوا ولاد حتة واحدة. طب انا ليا خدمة عندك. الهدوم دي توديها انت لعادل في الفيلا بتاعتنا، وادي المفتاح. وطمني، وانا هاخد كام بلوزة من بتوعك وحطهم في لفة زي دي. عندك مانع؟ لا، بس انت هتعملي ايه؟ هروح. انا خايف عليك يا اماني. ربنا يستر. خدي بالك يا حبيبتي. ما تخافيش. كل الكلام اللي وصلني عنك كان بيؤكد انك رجل نيابة ممتاز، لكن الظاهر بقى ان دي ما هيش شغلتك يا حازم بيه. تحرياتك المرة دي طلعت فشوش. أرجوك أرجوك استريح. أنا برضو متحمس للعدالة زيك، حتى لو كان الموضوع يخصني أنا. الحكاية دي خدت مني وقت ومجهود، مجهود كبير، لكن المدام ما عندهاش فكرة عن موضوع الولد ده خالص. طبعا لما تبقى معلوماتها غلط فده بيسبب للناس مشاكل وحرج ويضايقهم، ولا ايه يا حازم بيه؟ يا فندم انا مش عايز كلام كتير. درية ما تهمنيش في اي حاجة اذا كان فعلا اخطأت. درية بالنسبة لي جارية، وطبعا انت عارف ان كل راجل له حياته الخاصة وله نزواته حتى لو كان طلعت مرجان، لكن درية بريئة. وانا معرفش انت ازاي اختلقت الحكاية دي، او على الاقل صدقت كلام ولد مجرم هربان. يا فندم الولد بيؤكد ان بيؤكد يعني انت بتقابله يا حازم بيه؟ وقابلنا المدام يا طلعت بيه. المدام ما تعرفش حاجة، وحتى لو كانت تعرف فهي برضو ما تعرفش حاجة، وانت بتاع خنون وعارف. انسى بقى الحكاية دي. سيادتك شايف كده يا فندم؟ كان المفروض يكون ليا تصرف تاني معاك يا حازم، لكن انا طيب، طيب قوي. كل ده هيحصل. يا ريت على قد كده وبس. يحصل اللي يحصل، ابتدى السكه لازم نمشيها كلها. انا طول عمر راجل تهمه العداله، يا انا يا هم. حازم المغرب يا فندم. طلعت بيه، انا بيتي بيتفتش وده اجراء غير قانوني. طلعت بيه، انا ممكن اعمل فضيحة بحقي وحقيقي. انا ممكن اتصل باعلى السلطات دلوقتي حالا. لا لا، ازاي؟ لازم مش تبعي، اديني حد منهم لو سمحت. كلم. طب يا فندم.
يلا ولا حاجة، كل شيء ولا نهاية. قوليلي الولد في أمان؟ أيوه. وانتي؟ الحمد لله كويس. خير يا فندم. خير يا اسماعيل. أنا قابلت سعادة النائب العام. والنتيجة يا فندم؟ اعمل استدعاء للسيدة درية خطاب بالشهادة بناء على جواب عادل عزام اللي بيرشد فيه إليها. صحيح هيقعد في القضية. أنا عايزها النهاردة دلوقتي لو أمكن. حالا يا فندم. مع السلامة. ضابط بوليس على الباب. افندم عاوز ايه؟ امر النيابه يا فندم باستدعاء السيده ضريه خطاب للشهاده امام السيد حازم المغربي رئيس النيابه. بقى كده. طيب بلغ حازم المغربي ان المدام سافرت اوروبا ومش موجوده. اتفضل. المدام موجوده يا فندم. المدام موجودة، لكن أنا بقول سافرت تبقى سافرت ولا إيه؟ اتفضل يا حضرة الضابط. هتفضلي تلفي بعجلتك قدام الفيلا وانا هدخل لعادل، لو حسيتي باي حاجه ساعتين من المنفخ ده عشان تنبهينا. اتكلي على الله. كله على الله. انسه اماني. اماني من غير انسه. انت فين؟ ما تصوريش كنت قلقانة قد ايه. قلقانة على ايه؟ على كل حاجة، على حازم بيه، على القضية، عليك. سيادتك مدام دورية خطاب، هو الاسم مش مكتوب في الباسبور ولا ايه؟ اسمح تفضلي في المكتب. يعني ايه؟ ارجوك يا فندم اتفضلي. ايه اللي انت عملته ده؟ حفرت قبرك بايدك. ازاي تعمل كده؟ اللي انا عملته ده اجراء قانوني، لان في تطور جديد في القضية. ايه هو؟ جواب بعته المتهم الهربان للنيابة، بيقول فيه انه ما ذكرش اسم الشهادة لانه كان خايف منها ومن سيادتك كمان. كلام فارغ. ايه يعني جواب؟ مهمة النيابة حماية كل الناس، مفروض ان اتأكد من صحة كل حاجة مهما كانت. بس المدام سافرت. نستدعيها يا طلعت بيه، هي مش مواطنة مصرية برضو؟ انت
منعتها من السفر برضو اجراء قانوني كده. طيب يهمني قوي انك تعرف يا سعادة رئيس النيابة اني بخدم القانون والاجراءات القانونية. المقابلة انتهت يا حازم بيه. حلوان كده عال عال دي اخبار هتبسط طلعت بيه قوي. لا مفيش داعي لاي اجراء لغاية ما نعرف رأي طلعت بيه. طبعا هروب الولد ده اصبح مشكلة كبيرة بالنسبة لكم. لا مشكلة ولا حاجة، احنا قدامنا اكتر من خيط بنتتبعه وكلها يومين ثلاثة بالكتير ويقع. مشكلة الولد الهربان مش هي المشكلة المهمة. الولد انا اقدر اعرف مكانه ولو عايز يتقبض عليه فده ممكن وفي دقائق. تبقى خدمة كبيرة يا فندم. لكن ايه المشكلة اللي شايف ساتك انها اهم؟ المشكلة ان الولد الهربان بريء، ومعنى انه بريء يعني القاتل الحقيقي البوليس معرفش يوصله. بريء ازاي يا فندم؟ المحكمة أدانته. معلوماتي أنا أنه بريء، يبقى بريء. بس يا ترى تقدر باعتبارك من أكفأ رجال البوليس تلاقي القاتل الحقيقي؟ سيادتك عارف أن الجريمة حصلت من مدة طويلة وجايز البحث عن القاتل الجديد ياخد وقت. إذا كان رجالتك مش عارفين يلاقوا القاتل الحقيقي رجالتي أنا يلاقوه في دقائق. يا فندم المقابلة انتهت. اول مره جيت هنا قلت لك ان في حاجات كتيره في حياتي ما بقالهاش معنى، لكن دلوقتي في حاجات حصلت عمري ما كان ليها معنى في حياتي قبل كده. زي ايه؟ زي حب الناس، السجن من الزنزانه، السجن للانسان يعيش من غير ناس تحبه وتصدقه. انا سعيده اللي بسمعك بتتكلم كده. وانا مش عارف اذا كنت سعيد ولا تعيس. خلي عندك أمل. في إيه؟ في بكرة. بكرة أكيد أحسن من النهاردة. بكرة؟ بكرة دي كلمة كبيرة قوي الواحد زي. بكرة يعني يوم جديد في حياة جايز تنتهي في لحظة. بكرة يعني الشمس اللي أنا حرمت إن أشوفها. بكرة يعني المزيكا اللي بحبها. بكرة يعني يعني الحب اللي عمري ما حسيت بيه. هي دورية خطاب مرات طلعت مرجان، يبقى انكشفنا. هتعمل ايه؟ قبليها انت وانا ههرب. انا درست البيت وعارف هخرج ازاي. هتروح فين وازاي هنعرف مكانك؟ تأكدي ان هشوفك تاني وبلغي حازم بيه ان وعدي له زي ما هو. هو فين؟ هو مين؟ عادل عزام. مين عادل عزام؟ المنوزل الزهر ما تعرفنيش، بس انا بقى اقدر اقولك انت مين ولا ما تحبيش نتعرف؟ تحت امرك، احب اتعرف قوي. ولا اقولك مفيش داعي، لو ما كانش هرب تاني بيقولي لدورية خطاب جاية تساعدك، واذا كان هرب يبقى يا حرام، خسارة كبيرة كبيرة قوي. عن اذنك يا منوزل. ممكن تقفي علشان نتكلم براحتنا؟
خير يا دريه هانم. طلعت عارف كل حاجه، وكان عارف انت فين، وكان ممكن يتقبض عليك. وبعدين انا كنت جايه لك علشان قصدك بعتك ليا. طلعت هيساعدك على الخروج برا مصر. والتمن؟ تسكت بعد ما اتكلمت. واللي كلمته كمان يسكت. يعني ايه؟ انت في نظر القانون قاتل، يعني المسألة ما تفرقش، واحنا الاتنين رقبتنا في ايد حازم المغربي. احنا الاتنين لا، انا بس اللي رقبتي في ايد عشماوي. يعني بترفض ان اقتل حازم المغربي، مش كده؟ المسألة عاوزة تفكير يا مدام، وكمان عاوزة ضمانات. دي لعبة كبيرة. انا عناية ليك اكبر. صح. انا هنزل هنا، ولما تمشي ما تبصيش وراكي، وتأكدي ان هشوفك قريب ومعايا الرد. خير يا امان؟ ما قدرتش ارجع لوحدي، وكمان ما قدرتش افهمك كل حاجه في التليفون. ارجوك اطلع بسرعه يا ابي. يعني عادل هرب؟ هو ده اللي انا خايفه منه. مشكله ازاي هنلاقيه تاني؟ وهو مش جايز يحصل له حاجه. اللي حصل ده معناه ان طلعت عارف من زمان ان انا مخبيه، بدليل ان دريه جات له وقطع عن طلعت بعتها. تقصد ايه؟ طب ليه ما مسكش عادل؟ ليه سابه؟ ليه بعت له دريه؟ بيفكر في ايه بالظبط طلعت مرجان؟ زمان حازم المغربي بيسال نفسه اسئله كتير، وهيفضل يسال. انا اللي بسالك، ليه ما مسكتوش؟ انت متاكد انه هيرفض العرض اللي انت عرضته عليه، مش كده؟ جايز. والنتيجه؟ الاول كنا نعرف طريقه، دلوقتي لا. ولا حازم المغربي كمان هيعرف طريقه. يعني الكرت طار من ايد حازم. ومن ايدك يا طلعت بيه. بالعكس، انا ايدي طوله في اي مكان طول ما هو بعيد عن حازم المغربي. طلعت بيحاول يجردني من اسلحتي، بس هو ناسي اعتراف عادل المكتوب، وناسي درية كمان. سكت لي يا ابي. ها؟ اطمني يا درية، انا رايح المكتب. طب وعادل؟ ما قلت لي خلاص، خلصنا بقى من عادل. وحازم المغربي؟ يفضل حازم، الدور عليه. وانا يا طلعت؟ صحيح. وانت يا درية؟ الحمد لله الاجهزه بتاعتنا اتحركت بسرعه، لحد ما اضطرت القاتل الحقيقي انه يجي لنا ويسلم نفسه. هو ده؟ ايوه، واعترف. ده جزء مشكور يا فندم، وتقدر سيادتك تتفضل دلوقتي. تمنياتي بالتوفيق، ويا ريت الاجراءات تخلص بسرعه عشان الولد البريء التاني. ان شاء الله. مع السلامه. قبل ما نفتح المحضر تحب ندردش مع بعض شوية؟ ندردش شوية. اسمك ايه؟ سمير. سمير حسن عبد الرحيم. تشتغل ايه يا سمير؟ بشتغل موظف. يعني حكون بشتغل ايه؟ ما هو كل الناس موظفين في الحكومة زي حضرتك. مش حضرتك موظف في الحكومة؟ انا كمان كنت موظف في الحكومة.
ايوه انا قصدي نوع الوظيفه. كنت مهندس كهرباء. طيب انت قتلت الست دي؟ ايوه قتلتها، انا اللي قتلتها، ذبحتها وشربت من دمها، خاينه. اصلا انا كنت بحبها. كان عندها كم سنه؟ كانت عجوزه. مش شايف انها مساله غريبه ان شاب زيك يحب واحده عجوزه؟ ما انا اصلا كنت بحبها عشان فلوسها، وقتلتها لما لقيت مفيش منها فايده. هي كان اسمها ايه؟ روحيه. انت متاكد من الاسم؟ طبعا متاكد. بس القتيله ما كانش اسمها روحيه، القتيله كان اسمها فتحيه. انت هتعمل ايه؟ انت هتضرب؟ انا مش هضرب يا ابني، لكن قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ انت لا تعرف القتيله ولا قتلتها. لا قتلتها. ما قتلتهاش وما تعرفهاش كمان. انت بريء، اخرج مع السلامه. يا بني انا مش بريء، انا قتلتها. ارحمني، ده انا قاتل. خلصني بالعذاب اللي انا فيه، انا القاتل. طيب لو قلت لي الحقيقه هريحك. انت ما تعرفش القتيله ولا قتلتها صح؟ ايوه صح. طب ليه بتقول انك قتلتها؟ يا بيعمل معروف، 5 سنين في العذاب، 5 سنين في المعتقل. خلاص بقى مش قادر استحمل، ده السجن بتاع القواديين والقتلة وتجار الحشيش، جنة بالنسبة للمعتقل. لكن اعترافك على نفسك بالباطل كان ممكن يسلمك لحبل المشنقة. كنت هستريح، كنت هستريح من اللي انا فيه. افتح المحضر اسماعيل. على كده انت معتقل سياسي؟ منه لله طلعت مرجان. حازم بيه خلصت القضية مش كده؟ بلغني ان البوليس قبض على القاتل الحقيقي وانه وصلك. واخليت سبيله. ليه؟ من ايام ما كنت في سنة اولى حقوق وانا ما اعرفش غير العدل. اذا كنت انت ظالم فدي حاجة تخصك انت، لكن انا لا، لا يمكن اشاركك اي ظلم. وبعت لي ضحية من ضحاياك يعترف زور بالتهمة، والمسكين فرحان عشان هيهرب من عذاب لعذاب اخف شوية. مش انا طلعت بيه. انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ انت مش عارف انك ممكن تخرج من مكتبي على هناك؟ عارف، بس عارف كمان انك مش هتقدر. عاد العزام بره هربان، فضيحتك وفضيحة الدرية في ايده، وعادل حريص علي قوي. اسمع طلعت بيه، العدالة عايزة شهادة المدام قدام المحكمة، عايزة القاتل الحقيقي مش واحد زي اللي انت بعتهولي. لحظة يا استاذ حازم، ما بلاش انت، ممكن حد غيرك يتولى القضية. عشان تبقى طبيخ. انا بقول عشان تستريح. انت ليك اخت في الجامعة مش كده؟ مالك ومال اختي؟ ابدا، بس احيانا بتجينا تقرير عن بعض الناس، والتقرير دي ساعات بتبقى مضرة. اعمل اللي تعمله، انا مش هسيب القضية دي الا وانا ميت. مش بعيد اموت على ايديك. الحرب بدأت يا حازم،
لكن المهم انه بعد الطلقه الاولى الجندي ما يخافش من العدو، ويمكن يقدر يعرفه على حياته. طلعت مرجان ما بقاش يخوف زي الاول. ايه اللي جرالك يا طلعت يا مرجان؟ حتة واد بتاع مزيكا يهزك؟ لا مش هو ده. امال ايه؟ حبك لدرية؟ اللي زي لازم يقتل الحب في قلبه، حتى لو قتل دورية نفسها. وحازم، حازم المغربي، حازم هو العدو الحقيقي، واللي يقدر يحدد عدوه يقدر يكسب المعركة. بس المشكلة انه طراز غريب. الناس فاكرة اني دايما بنتصر عليهم، ابدا، دول هم اللي بيهزموا نفسهم، الخوف اللي جواهم بيهزمهم. حازم ما بيخافش، لكن لازم يخاف، لازم. اماني عادل، عادل، انا جيت علشان انفذ وعد الحازم بيه. انت مجنون، البيت اكيد متراقب. لكن طلعت عمر ما هشك ان حاجه هنا. عموما انا ماشي حالا، انا جاي اقولك على مكان عشان لو حبيت تشوفيني. فين؟ ساعات الواحد يحن لحضن امه حتى لو كانت ميته، وانا مستخبي هناك. هجيلك يا عادل بالليل، بالنهار لا، بس خليكي صاحيه وخدي بالك من وراكي. ايه العنوان اهو؟ هجيلك يا عادل. سليمة؟ الحمد لله. عالم مستهترة فعلا. انت شفت النمرة؟ للأسف العربية ما عليهاش نمر. ألو، دي رئيس التحرير لو سمحت. قل له حازم المغربي رئيس نيابة. ده تهريج، البلد بقت فوضى. فين الرقابة؟ اتصلت برئيس التحرير المجنون ده؟ ايوه يا فندم. هو مش عارف انا مين؟ الرقابة، الرقابة صرحت يا فندم. بقى كده تبقى معلوماتي صح يا سعيد. معركة كبيرة هتبدأ، ما كانتش بدأت فعلا. سعيد، احنا قدامنا شغل كتير، وعشان كده حكاية حازم المغربي دي لازم تخلص وبسرعة يا سعيد. حاضر يا فندم. سعيد. ايوه فندم. ايه اخبار اماني المغربي؟ اماني. انا اسف، المكان مش مناسب علشان نتقابل فيه، لكن يمكن يكون مناسب علشاني. مش عارف ليه بحس في المكان ده بالامان، يمكن عشان في المكان ده محدش بيسمع ولا بيتكلم، يمكن لانه المكان الوحيد اللي فيه الحقيقه اللي ما تخوفش ابدا. انت بقيت فيلسوف قوي. صحيح يا اماني، هنا محدش خايف من حد، محدش بيجري، محدش بيطارد حد. هنا الموت اللي كلنا خايفين منه، مع انه الحقيقه الوحيده في حياتنا. الحياه احلى من الموت يا عادل. انا مش شايف قدامي الا الموت، ما عادش يفرق عندي ان اكون في البلد وسط الناس او هنا وسط الاموات. الموت جوايا على طول. في ناس عايزاك تعيش. ناس؟ اي ناس؟ طلعت مرجان. انا يا عادل. انت؟ ايوه، لازم تعيش. ليه عاوزاني اعيش؟ لانك لو مت هتموت معاك حاجات كتير انا مؤمنه بيها. طب وانا؟ انا بالنسبه لك ايه يا اماني؟ كل الحاجات دي. ساعات كتير لما بيأس وافكر في الموت بشوفك فجأة قدامي، بحس لحظتها انه لا لسه في امل. اماني، تفتكر واحد زي وفي ظروف زي دي ممكن يحب؟
ايه ده؟ حد كان مراقبك يا اماني؟ مش عارفه. اهرب بسرعه يا ابني، دي الظاهر كبشه. اهرب بسرعه يا عادل. طب وانت؟ مالكش العربيه، اهرب اهرب. انت يا بنتي اجري من السكه دي، اجري. ايه زفتاوي، في ايه؟ طلعت بيه طلبك عنده حالا. دلوقتي؟ حالا، والعربية بره. طيب. امال فين العربية؟ حالا. طلعت بيه عاوز يخلص علينا كلنا، احنا لازم نهرب. بعدين هقول لك. تقدري تجري؟ حاول. طب يلا بينا بسرعه. يلا. فين اماني؟ اماني المغربي؟ فين اماني؟ هو جرى ايه؟ مالها اماني؟ اماني اختفت يا طلعت بيه. البوليس جهه اختصاص، ساعدتك تبلغ البوليس. بلغت البوليس ومباحث وسألت المستشفيات وكل جهة ممكن تكون فيها، مفضلش إلا أنت. أنا مليش دخل بالمسائل دي. فين أمان يا طلعت بيه؟ إيه ده يا أستاذ حازم، المواقف اللي زي دي عايزة هدوء. نفكر سوا بهدوء عشان نوصل لحل. يعني أنت عارف يا فهم؟ انا اللي عايز اعرفه حاجة واحدة بس، ايه علاقة اختك بالواد المجرم الهربان عادل عزام؟ يبقى انت اللي ايه؟ ارجوك بلاش نلعب مع بعض لعبة الذكاء، اصلها خطيرة اوي يا حازم بيه. اختك اعترفت انك كنت متستر على مجرم هارب، وانك كنت مخبيه عندك في فيلا العيلة في حلوان، وطبعا بصفتك رئيس نيابة تعلم ان ده غير قانوني. اماني اعترفت لمين يا طلعت بيه؟ مش هي دي القضية، الاعتراف مكتوب ومسجل وفي ثواني يكون في ايد البوليس، قصدي جهة الاختصاص. ده اذا ما فين اماني؟ اماني بخير وحتشوفها، بس قبل كده ننهي الموضوع ده بقى. يعني ايه؟ عادل عزام يسلم نفسه، وحكاية الجواب اللي بعتهولك ده مفيش داعي له، وسيادتك تسيب القضية، ويا دار ما دخلك شر. فين اماني يا طلعت؟ فيها ايه يا مجرمين يا سفلة؟ ولا حاجة، تلاقي بس اعصابها تعبانة شوية، بكرة تروق وتبقى عالي. اماني اماني اماني، تقدر تاخد اختك وتروح يا حازم بيه، بس بكرة الصبح انا في انتظار ردك، وبكرة غير النهاردة. جمهورية
جمهورية، اقرا جمهورية، أخبار مهمة يا بيه، جمهورية، جمهورية. أخبار مهمة؟ لمين؟ كل حاجة انتهت يا حازم، الموج عالي قوي، الموج هيغرقنا كلنا، كفاية اللي ضاع، كفاية اللي حصل لحد دلوقت، مفيش أمان، مفيش قانون، مفيش عدالة، الموج العالي أقوى من كل شيء. حازم بيه، انا اضطريت استناك هنا لان وجودك مطلوب. انا عارف ضروري تيجي معايا دلوقتي لان في مفاجأة حصلت. ما عادش في مفاجآت. بالعكس يا حازم بيه، الموقف اتغير. كلاب اغبية، الرصاصة لما تطيش بتطول عمر واحد وبتأثر أعمار كتير. إيه؟ يعني إيه دورية ما ماتتش؟ يعني إيه هربت؟ يا كلاب! أنا هعرف إزاي أتصرف معاكم. أيوة سعيد. إيه؟ إمتى؟ طيب أنا جاي لك. عادل والمدام جم لحد عندنا وطلبوا يسلموا نفسهم، والمدام طالبه تدلي باقوالها. انا تحت امرك يا فندم، انا هعترف بكل شيء. حزمي خليه معاك. اكتر اسماعيل. ايه يا سعيد، ايه اللي حصل؟ كل شيء انتهى طلعت بيه. يعني في ناس منتظرين سعادتك جوه. ناس؟ انتوا مين ومين اذن لكم تدخلوا مكتبي؟ سيادتك مطلوب تيجي معانا يا فندم. يعني ايه اللي حصل؟ انا ماليش دعوه بيه، دريه هي المسؤوله. احنا مش جايين هنا عشان كده يا فندم. ومال جايين ليه؟ انا عايز افهم. لما تيجي معانا هتفهم كل شيء. افهم كده انه اعتقال؟ الكلمه دي اتغيرت يا فندم، في امر بالقبض عليك. امر؟ امر قانوني. وما تخافش، النهارده يا سيد طلعت مش زي امبارح. حضرات المستشارين، تلك هي كافة التفاصيل، تفاصيل القضية أو تفاصيل المهزلة، وها هي دي الشاهدة أمامكم، وأمامكم أيضا عادل عزام المتهم البريء. ويكفيني دليلا على براءة عادل اعتراف السيدة درية خطاب أمام عدالتكم إن حكمكم العادل في هذه القضية لن يكون تبريئا لساحة المتهم، لكنه سيكون انتصارا للعدالة، نسيان القانون. مبروك يا عادل. مبروك يا عادل. الله يبارك فيك.